بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، مع شيخنا الإمام الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي حفظه الله ورعاه في بدائعه القرآنية، وخاصة في هذه الليلة المباركة التي صبيحتها إن شاء الله يوم عرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ليلة ويوم من أيام الله، وذكرهم بأيام الله، وإن لله أياما يعدل كل واحد منها دهرا كاملا. بل إن مصير المسلم ومصير المؤمن من أي دين يتوقف على يوم من أيام الله خصصه الله عز وجل للعطاء بلا حساب وللعفو بلا حساب. ومن فاته هذا اليوم فقد فاته الخير الكثير. يعني إذا ضاقت بك السبل وقصرت عن الطاعة وكثرت ذنوبك، فإن لك في يوم من الأيام منجاة من عذاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى له هذه الأيام التي يعطي فيها عطاء كما لا يعطي في أي يوم آخر. الأيام كثيرة، النصف من شعبان، ليلة القدر، ستة من شوال، ذي الحجة، كثيرة متعددة. أبرزها يومان وليلتان لا مغنى ولا غنى للمؤمن عنهما. ليلة القدر، وتعرفون ما معناها، تضيف إلى حسناتك في كل عام حسنات 83 سنة قيام ليلها وصيام نهارها ولم ترتكب فيها ولا ذنب. عمرا كاملا. نعم، عمر كامل. فعلا تضيف إلى عمرك عمرا جديدا مليئا بالطاعة وبلا سيئة. يعني ماذا لو أن عبدا من عباد الله عبد الله 83 سنة لم يرتكب فيها إثما؟ تأمل هذا. يعني لو 15 ليلة قدر مرت عليك كأنما أكثر من 1000 سنة عبد طيب. الله تعالى. وحينئذ رب العالمين من نظامه يوم القيامة أن من زادت حسناته على سيئاته لا يحاسب ويدخل الجنة من غير حساب. إذن بهذه الليالي، وهي من أيام الله كما تفضلت، إذا صمت أو حضرت أو سهرت أو أقمت هذه الليالي، ليالي القدر مثلا، فعشرة 20 مرة، حتى 5 مرات، حتى مرتين، تجعلك ضامنا أنك تبعث وحسناتك أكثر من سيئاتك، وحينئذ لا تحاسب وتدخل الجنة من غير حساب. هذا نظام الآخرة. من زادت حسناته على سيئاته فلكم السابقون، لا يحاسب. سيد الشيخ، بس ذكرت كلمة للشافعي يؤكد ما تفضلت به. لما اختلف العلماء ما معنى العدالة التي تقبل بها الشهادة، قالوا هي ملكة في النفس تمنع صاحبها من اقتراف الصغائر فضلا عن الكبائر واجتناب ما فيه بأس خشية الوقوع فيه ما به بأس. قال الإمام الشافعي لا، العدل عندنا من غلبت حسناته سيئاته. أي بأي سبب، بأي وسيلة؟ ماذا العدالة في بهذا المعنى عند المحدثين عندما يروون أحاديث النبي. أما في شهادة بعضنا على بعض فيكفي أن تغلب حسناته سيئاته. هذا المنطلق الذي تفضلت به هو هذا. وأما من تساوت حسناته وسيئاته فذاك الذي يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فقال سيد عائشة رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال العرض، خلطوا عمل صالحا وآخر سيئا عسى الله، وهذا عسى للتأكيد. يا سلام. طيب. وأما من زادت سيئاته على حسناته فذاك الذي أثقل ظهره وبقى كاهلا، وذلك الذي أشفع له إذا كان من أمتي. وإذا ولا يكون من أمته إلا إذا كان مصليا. من لا يصلي فهو محجوب عن أن يكون. وبالتالي شفاعة النبي حق لأهل
كبائر على شرط أن يكون مصليا. أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة الصلاة. إذن بدون الصلاة فليس من أمة محمد. إذنهم ليسوا من أمتك. نعم. الملائكة تدفعهم على الحوض. والسلام يجرهم. نعم. تدفعهم وأنا آخذهم بحجزكم. يا سلام. أنك لا تعلم ماذا أحدثوا. ما أحدثوا بعد. وقد أحدثوا كما ترى. أعوذ بالله. الشيء الثاني الذي يفصل. نعم. المسلم عن أن يكون من أمة محمد الحاكم الظالم، وقد نرى في التاريخ القديم والمعاصر أصنافا ممن أشبعوا شعوبهم قتلا وضربا وتعذيبا وإبادة، هذا لا يمكن أن يكون من أمة محمد. إذن في كل الحالات إن هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء يعني رحمة للناس جميعا للمسلم وغير المسلم، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم يوم القيامة. ولذلك إذا صحت منك الصلاة وأنت موحد، الآن سنتكلم عن فضل ليلة القدر، تكلمنا عنها سابقا، هتكلم عن هذه الليلة، ليلة عرفة. لماذا كل هذا العطاء لشيء واحد؟ أيوة. أن هذه سبق في علم الله. أيوة. أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسالات لكل الأمم وأنبياء ورسل ما شاء الله. نعم. الأمة الوحيدة حصرا. نعم. التي استطاع نبيها عليه الصلاة والسلام أن يزرع فيها توحيد الله عز وجل زرعا نهائيا مطلقا لا يخاف منه محمد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة. الله. اليوم هذا في عصر العلم والانفتاح والفضائيات والتواصل وإلى آخره، ليس على وجه الأرض أمة توحد الله توحيدا مطلقا بإجماعها إلا هذه الأمة. الحمد لله. وكل الأمم من صحيح أصحاب الرسالات السماوية فيهم خير وفيهم عدل وفيهم، لكن الشرط الأساسي مختل تماما، وهو كيف توحد الله وتنزهه عما ينبغي أن تنزهه. هذه هو الإشكال وهذه القضية الرئيسية. من قال ولهذا هذه ما معنى هذه الأحاديث، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صدقا بها قلبه. زين. طيب كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. حينئذ لماذا كل هذا لك؟ أنت إذا محصت التوحيد وحتى الله عز وجل توحيدا مطلقا بفهم ودراية وعقل، أنت لا يمكن إلا أن تكون صالحا، حتى لو أذنبت، حتى ولو زنى ولو سرق سيعود ويتوب. ولهذا رب العالمين عز وجل أناط بهذه الأمش، قال كنتم خير أمة. ليش؟ تؤمنون توحدون توحيد كامل كما لا يفعل غيركم. واحد. اثنين، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثم الإيمان بالله واليوم الآخر أصبح معدوم. الآن يوم الآخر إيش؟ هذا كله خرافات. وبالتالي هذا التوحيد المطلق الممحص، ثم هذه السجية في الأمر بالمعروف. يعني أنت الآن في أي مجلس في أي مكان واحد حكى يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز، هذا غير صحيح، هذا حرام يا رجل. بس هذه الأمة يعني هذا النغمة، هذا الـ يعني يجري في دمائنا وعروقنا بالضبط، لا يمكن سكون حتى لمن هو خفيف العبادة. نعم. الناس تعرف أن هذا الحرام وهذا الجريمة وهذا الاعتداء وهذا الغيبة وهذا النميمة، وأن تطعن في الآخر وأن تسرق مال الآخر وأن تأكل مال الآخر أو تظلم الآخر، ليس هناك من محيطك من يرضى بذلك. أمة أصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ديدنها من حيث أصبح الرأي العام والعرف العام وسيلة من وسائل الهداية. ولهذا سيدنا عمر حاجة أبا بكر قال كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، والنبي قال من قال لا إله إلا الله عصى مني دمه وماله وأرضه، قال ألم يقل وسلم إلا بحقها؟ إلا بحقها. نعم. وهذا حقها. إذن هذه الليلة ونهار الغد من أيام الله، لا تدري كيف تناغمت ليلة القدر مع هذه الليلة، كلاهما إحداهما تكمل الأخرى، وفي هذا نجاة المؤمن بهما نجاة عظيمة مؤكدة. ومن وقف على عرفة بشروطها وتمامها ثم شك أن الله ربما لم يغفر له أو لا يغفر له أو لن يغفر له فقد أشرك. تأمل أي ثقة بالله عز وجل هذه؟ هكذا هو الأمر. طيب إذن هذا الذي سنقرأ بعض الأحاديث، وطبعا الأحاديث في فضل عرفة تعرفونها جيدا، لكن في هناك نقاط وهناك مقاطع في بعض الأحاديث عجيبة العجائب. يعني مثلا عن جابر
قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. هناك أيام كثيرة يعتق الناس من ليلة القدر وبالرباط وأثناء إغاثة اللهفان، لكن كيوم عرفة شيء مجمع عليه. لماذا؟ هذا الذي في عرفة مغفور له، ليس هو فقط. يقول الحديث الآخر: لما تنزل الرحمة على أهل عرفة فتنالهم فتعمهم جميعا، وما بقي والذي بقي خيال يوزع على كل أهل الأرض من المؤمنين بالله ورسوله، فما من مؤمن إلا وتصيبه من تلك الرحمة شيء. هذا واحد. اثنين: الله مغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. هل هناك حاج يقف على عرفة غدا ذات تلك الساعة وهذا اليوم الذي يطلع الله على عباده ومن حوله الملأ الأعلى ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم؟ هل يمكن أن يكون واحد من هؤلاء الحجاج فقد دعا لنفسه؟ من المستحيل. في واحد في عرفة يقول: بس اغفر لي أنا يا ربي، كما ذلك الأعرابي يقول لما يعني المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بعد ما فاضوا ورموا الجمرات راحوا حتى على الكعبة على طواف الإفاضة، فواحد أعرابي، أعرابي يعني بدوي، فيقول أسرع بدابته سرعة عجيبة إلى أن وصل قبل الناس جميعا إلى 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 إلى, إلى الكعبة. قال: اللهم يا ربي اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد غيرنا قبل أن يذهبك الناس. يعني قبل ما يجون الحجاج في الازدحام يمكن ما تسمعني. أعرابي على قد حالته. إذن هذه تقال للطرفة، وقد حدث هذا فعلا. يقول: بس أنا اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد غيرنا. هذا شيء هو أعرابي بدأ على قد حاله. لكن لا شك أن كل من يقف على عرفة وهم الآن واقفون على عرفة، كل هؤلاء يقول: الله اغفر لي ولوالدي ولفلان وفلان وفلان. أولا هو ما ذهب إلى الحج إلا وقد أمنه بعض الناس أمانة أن يدعو الله أن يغفر لهم في عرفة. هذا واحد. اثنين: ما في واحد من هؤلاء إلا عنده أحباب وأقارب وأرحام وأصدقاء لا حصى لهم، وكلنا نسمع عندما نكون هناك كل واحد يعد عشرات الأسماء ويبكي ويقول: يا رب اغفر لفلان وفلان وفلان، ويسامح من آذاه ومن اعتدى عليه إلى آخره. وإضافة إلى هذا، يبقى الحاج 6 أشهر بعد أن يعود إلى أهله مستجاب الدعوة. كل من يأتي إليه عندما يزوره بعد ما يعود مهنئا بالحاج وإلى آخره يقول: يا أخي استغفر لي، اللهم اغفر لي ولي أخي فلان. ولهذا هذا اليوم من أيام الله، المغفرة هنا شاملة، ويوم عرفة يضاعف السنين سنين العبادة. وبالتالي من يدخل النار إذن؟ لا يدخل النار إلا شقي كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن حرم هذا المجد وهذا الفخر وهذا العطاء فقد حرم الخير كله. إذن يقول عبادة بن الصامت قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تطول عليكم على أهل عرفة، يقول لهم إن الله تطول على أهل عرفة تتنزل الرحمة فتعمهم ثم تفرق في الأرض فتقع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده. يا الله، شرط. إذا 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 عمت الرحمة كل أهل عرفة وفاضت على الأرض تشمل كل مؤمن يوحد الله عز وجل وهو من أهل القبلة، على شرطين: أن يسلم الناس من لسانه ويده، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني من الأشياء التي تحرمك هذا العطاء الإلهي في هذا اليوم أن يكون لسانك في الناس غيبة ونميمة وشتما وقذفا بالحق والباطل. اثنين: أن تكون يدك ممتدة بالأذى والسرقة والاختلاس والرشوة وما شاكل ذلك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده ليس مسلما. لماذا؟ لأنه ليس من أمة محمد، وحينئذ الرحمة لا تشمل إلا هؤلاء الناس. الأحاديث في عرفة عجيبة، أحاديث عجيب. يقول: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وقد كادت الشمس أن تؤوب، يعني كلنا نعرف، إحنا كلنا اللي حجينا
وكل ما يسمعون في الغالب قد حجوا في الدقائق الأخيرة من عرفة، يعني قبل ما تغيب الشمس تماما، كل واحد يصل على سيارته أو على راحلته أو على أي شيء حتى نتهيأ للنفرة إلى مزدلفة، والكل تبتهل وتصرخ. في هذا الخضم النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بلال: يا بلال أنصت لي الناس. هذا الضوضاء بالدعاء والاستبتهال. فقام سيدنا بلال قال: يا أيها الناس أنصتوا لرسول الله وصوتوا جهوري. وفعلا شيئا فشيئا فصمت الناس لكي يستمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف إن شاء الله نصغي إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام، وقد أصغوا إليه ونصغي إليه بأذاننا بعد هذا الفاصل. فضل الشيخ، وقد أصغى الصحابة رضوان الله عليهم، فلما قال أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، يا معشر الناس أتاني جبريل آنفا، يعني قبل قليل، فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفة وضمن عنهم التبعات. كان في حديث سابق في عرفة أن الله قد غفر لأهل عرفة إلا التبعات، يعني مسؤوليات الناس، ظلم الناس. هي قصة طويلة ربما نحكيها في وقت آخر، يعني حديث عرفة ثم في مزدلفة والنبي ضحك إلى آخره. باختصار، لما كان النبي في عرفة قال: اللهم يا رب اغفر لأمتي كلها، فجاء جبريل قال: قد غفر الله لهم إلا الظالم منهم. في مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ربي اغفر لأمتي كل ذنوبها على الحجاج، يعني لها العرفة، وحتى الظالم منهم، وأجزل العطاء للمظلوم عنه. فهكذا جاء الأمر. فصار معنى ذلك أن التظالم بين الأقران فقط، يعني مش تظالم السلطة العليا، تظالم الأقران، معلم وطالب مثلا، بايع ومشتري، جار وجار، شريك وشريك، سمة التظالم، كثرة الخلطة بينهم، كثرة الخلطة مدعاة. وحينئذ قال: هذا يغفر لهم، رب العالمين يجزي المظلوم. في فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، ما كان يعرفون شو الموضوع، ضحك فقال له ابو صديق: يا ابو بكر، النبي ضحك، ليتك تعرف ايش ضحك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم: الله يسلمك، من الذي يضحكك في مثل هذه الساعه؟ حكى القصه، قال: فلما جاء هذا رايت جبريل يحث التراب على راسه، فكنت اضحك، اي ابتسم مما ابليس. قصدك ابليس؟ ابليس ابليس، نعم. فقال يضحك، نعم. يعني ابليس كان يحث، فقلت اضحك من صنيعه. زين، فهذا الحديث يقول كما قال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفة وضمن عنهم التبعات. فقام عمر فقال: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن جاء من بعدكم إلى يوم القيامة، كل من يحج. فقال عمر: كثر خير ربنا وطاب. وذكرها: كثر خير ربنا وطاب. وفعلا أمة لها كل هذا العطاء، ما عليها إلا أن تمحص توحيد الله، وهذا حاصل. إلا بعض الشذوذ، بعض الطوائف، بعض الانشقاقات التي أشركت قبرا أو بشرا أو صنما أو إلها، وهذه قلة. سواد الأمة الذين لا يزالون على اسم الإسلام، ما في اسم آخر، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا، من بقي على هذا ليس فيهم واحد إلا وهو يوحد الله، إلا من كان له اسم آخر، صار شيوعي، صار علماني، صار تخذ له اسم آخر، خرج، وهم قلة قليلة جدا. إذن سواد الأمة توحد الله عز وجل، ولا يذهب إلى الحج إلا وقد استسمح الناس ممن أساء إليهم بلسانه أو بيده، وهذا دليل الناس. إذن من أجل هذا فإن يوم عرفة من أيام الله العظيمة، كما قال تعالى: وذكرهم بأيام الله. نعم، ذكرت الشيخ في بداية الحديث العلاقة بين ليلة القدر ويوم عرفة. أنت تعرف شيخ كما يعرف كل الناس أن ليلة القدر نزل فيها القرآن، نعم، مو صحيح؟ نعم. نزول قال متى بدأ؟ في ليلة القدر. نزلناه في ليلة المباركة. في ليلة المباركة. مباركة. ومتى تم القرآن؟ أيوه، يوم عرفة. يوم عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت. لاحظ دقة القرآن الكريم. أكمل الله من حيث الكم.
سبحان الله. الإكمال كم؟ نعم. والتمام كيف؟ يا سلام. وحقيقة أكملت الدين كاملا. نعم. وأتممت عليكم نعمتي. نعمة الله لا تكون إلا جميلة. نعم. النعمة تمامها جمالها. واحد صلي صلاة كاملة لكنها مش يعني فيها بعض القبح. حفوات. قال أفاق بهذا قال وأتم الحج ما قال أكمله قال أتم لأن في قدرتك هذا وقال أتم الصيام في قدرتك ما قال أتم الصلاة ليس في قدرتك أن تتم الصلاة إلا إذا كنت نبيا لا يمكن لعبد غير الأنبياء أن 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 يتمها تماما كما ينبغي إلا إذا كنت نبيا رسولا ولذلك رب العالمين ما كلفنا شططا قال أتم الصيام ممكن جدا أنك ما تغيب ما تغتاب أحد وأتم الحج أن تذهب وتعود بمال حلال وتستغفر الله إلى آخره أن تكمل أن تتم الصلاة فحين لما قال أتم الحج وأتم الصيام أي بجمالياته وهذا ككل شيء إيجابي يتفاوت من حيث الجمال ولكن لا ينبغي أن يتفاوت من حيث الكمال تلك عشرة كاملة 73 عام يكون عشرة كاملة لكن قد لا تكون جميلة قد لا تكون تامة فإذا تم الحج أو لم يتم بالمعنى المطلق فإن هذه من فرص التي يغفر الله الذنوب ويضاعف الحسنات من هنا نفهم قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار إلا شقي وكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى هكذا هو الأمر نتكلم الآن في مثل هذا فيما نحن فيه كيف يمكن لهذه الأمة أن تتلمس ما وعد الله به عز وجل من نتيجة البداية نعم. البداية جاءت من أن الله أعلن إرادته بأنه يريد أن يتوب على هذه الأمة يريد الله أن يتوب عليكم هذا إعلان الإرادة إصدار القانون بعدين قال قدم الفاعل هناك يريد الله هنا آية أخرى يقول والله يريد أن هذه الإرادة لا يمكن أن يفعلها إلا الله عز وجل وهذا حصرها على ذاته الكريمة وبعدين قال يريد الله ليتوب عليكم بعد الإعلان النظري أصبح رب العالمين قدم لنا الأسباب التي إذا أخذناها غفر الله لنا وهي لا حصر لها وما هي الأسباب يا ترى في يوم عرفة بعد أن نسمع للشيخ حسن إبراهيم من السودان تفضل يا شيخ حسن إبراهيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نحن في انتظارك منذ فترة طويلة أبا عبيد وأبا أحمد مرحبا كل سنة ولا كل عام أبا عبيد مرحبا يا شيخ حسن الله يبارك فيك حياك الله بياك وأنتم منذ أسابيع تأبون إلا أن تثيروا في شجنة بارك الله فيك وتذكروني بأيام خلت نعم تذكروني كيف يقود للبكاء نعم وأنا بين الركن اليماني والحجر الأسود نعم تذكروني بجبل أحد وكيف وقفت أخاطب شهداء أحد وعلى رأسهم حمزة قائلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ها أنا ذا أبكي حمزة يا رسول الله بعد 14 قرنا أنتم تسيرون في شجنا وقد كدت في الحلقة الماضية أن أقاطعكم وأن أسمعكم بعض أبيات من إحدى قصائدي وهن كثر التي تتحدث عن الحج هذا الركن العظيم أقول فيها يا حر ما ألقى من الأحزان عين مؤرقة ودمع حناني أيسير مليونا حجيج كلما حول أتى مستنهضا أقراني وأظل أجزع كل عام حسرة وأعيش رهن الشوق والحرمان طار الغراب وما سبرت صنيعه يا ويح شيب لم يعظ وجداني فكأنني
أحيا خلودا مطلقا وكأن موت الخلق لا يغشاني. ومضى الشباب وقد خلت أيامه وأتى المشيب محرولا فرماني، فمتى أسير إليك مكة زائرا يرتاح صدري من لظى نيراني. فإذا وصلت البيت ألثم أرضه والأسود الزاكي وللجدران، ووقفت في عرفات أبكي ما مضى رتلا من الآثام والخسران. ولئن قضيت وما قضيت مناسكي كان الجزاء بذمة الرحمن، وأعرجن إلى مدينة خدرج. والأوس والقصواء ملء كياني، الله أسأله لقومي رحمة أحيت سريعا جامد الأجفان. فلعل بعد القحط يومض برقنا وتسيل أنهار من الوديان. فبحق من طاف ببيتك خشعا وبحق ما قضوا من الأركان، وبحق أصدق من أتاك مهاجرا لينال من عفو ومن رضوان. آمين. يا رب فاكتب لي زيارة أحمد، فالحب والأشواق يعتوراني. الهم مزقني وجاس دواخلي، وجل الرحيل إذا يحين أواني. يا رب جنب لي وجنب كل من لاقيت في الدنيا عن النيران. وامنح قبيسي والنجيب وطاقما بدبي من أعلى المريح جناني. وكم كنت أود أن ألقاك وليس بي هذا الأسى الذي يعتولني. الله يكرم. وجزاكم الله كل خير. جزاك الله خير. وبارك الله فيك. بارك الله خيرا. وتقبل الله إن شاء الله دعاءك في المسلمين جميعا، وكتب الله لك عما قريب حجا مبرورا وذنبا مغفورا وشجارة لن تمر. نعود إلى ما كنا نقول، ماذا نستنبط من كل هذا الفضل في عرفة؟ هذا يفسر لنا لماذا كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كيف أن قتل المسلم هذا أشد على الله من هدم الكعبة؟ نفهم لماذا رب العالمين عز وجل يغار إذا قذفت مسلما مصائبا أو كاذبا. ماذا لو كنت من الصالحين وكان لك أخ حبيب تحبه جدا وتعطف عليه وتشفق عليه، وكان رجلا وكان الأخ هذا بعيدا عن كل طاعة، فكنت تنصحه وتؤنبه وترجوه، يا أخي تعال صلي، لا تترك الصلاة، إلى آخره إلى آخره كما في الحديث. وفي كل مرة هذا الأخ الصالح يشبع هذا الأخ الطالح بالمسبة أو باللوم، ويحاول يحاول لا فائدة. أخيرا نفذ صبره فقال والله ليدخلنك الله النار. أقسم هذا الرجل الصالح أن الله لن يدخل أخاه هذا الطالح إلا النار. فقال الرب عز وجل كما جاء في الحديث، من هذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي يقسم أن أفعل ما يشاء هو وكأنني أسير منه ومن أمثاله؟ من هذا الذي يتألى علي وعزتي وجلالي؟ لأدخلنه الجنة ولأدخلنك النار مكانه. فسر هذا ليش؟ هذا عبد من عباد الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكنه كثير العصيان وكثير الذنوب. من أدراك ما هي النهاية؟ وقد شهدنا في الحياة مثل هذه الصور العجيبة، منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيدخل فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس صحيح. رأينا ناس صالحين علماء دين، ناس محترمين، أساتذة جامعات،
أصحاب شهادات عليا كانوا يصومون ويصلون، جاء شيء اسمه الحزب الشيوعي وفي يوم الأيام دخلوه، وإذا بعد لا صوم ولا صلاة وينكرون الله واليوم الآخر قبل أن يموت بأيام، والعكس صحيح، ربما رجل ملحد في آخر أيام قبل أن يموت بيوم يومين شرح الله صدره للإسلام. من أجل هذا لا يعرف أحد ما هي الخاتمة. أما أنك ترى نفسك خيرا من هذا وكأنك تمن على الله بما تفعل وكأنك متميز على غيرك وأنت ضامن للخاتمة، هذا ليس من مسلك الإسلام. من أجل هذا رب العالمين لما كانت كل هذه الأمل، ما أدراك أن هذا في يوم الأيام سيذهب ويحج مؤمنا بالله إيمانا كاملا وبرزق حلال، ويحج الحج كاملا وقد أتمه ووقف في عرفات في مثل هذه الليلة الآن هو واقف. ما أدراك أن بعض الذين يقفون الآن على عرفات ربما فيهم واحد ما ركع لله ركع قبل اليوم، ما صام رمضان قبل اليوم، وهو الآن جاء إلى الله يبكي ويتضرع ورافعا يديه، وتجلى الله على كل هؤلاء من في عرفة وقال انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت له. ولو لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يغفر له لما أختير يسر له، لما يسر له الأسباب ليقف على هذا المكان هكذا المبارك هكذا ويرفع يديه هكذا للسماء. نسأل الله الاستجابة. لنعود لشيخنا الجليل بعد هذا الفاصل. نعود شيخنا للإجابة نكمل على هذا نكمل الأمور. لماذا رب العالمين عز وجل شرع لنا تشريعات قد لا نفهمها إلا في مثل هذا اليوم؟ من حيث يقول من يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا مشرك أو يا كافر إلا حار بها هذا أشرك. واحد. اثنين، كل من رجل صالح وله أخ آخر مسلم ولكن ارتكب جرما عظيما ذنبا عظيما، فرق بين أن يشفق عليه وينصحه يا أخي توب إلى الله وبين أن يتشفى ويفرح، لأن هذا سينفضح حسدا أو حقدا أو كراهية أو غيرة. لا يفعل رجل برجل هكذا، يعني أنت سمعت أن فلان فلان ارتكب كبيرة وهو جميع من أهل الصلاح ثم شعرت بالتشفي بالفرح أن هذا سينفضح وسوف يفعل به وسوف كذا، إلا تاب الله على هذا وأصلحه وذهب هذا إلى ما كان يفعل الأول. يعني إذا تمنيت لأخيك مثل هذا إلا شفاه الله عز وجل وابتلاك بهذا البلاء. وهذا الشيخ مشهود واقع بكثرة. يعني كل من يتشفى بمسلم مش لوجه الله ولا حزنا على أخيه وإنما تشفيا به حسدا أو بغضا أو بل ويبدأ يعني يشرح عنه الإشاعات ويخبر الناس إلا ابتلاه الله، شاف هذاك إلا شفى الله هذا وابتلى ذاك بذلك، هذا عجيبة. ولذلك هذه الأيام كما قال الدكتور نجيب، يعني أنت تعرف بأن صوم رمضان صوم هذا اليوم يعني غدا، وأنا لا أظن أن مسلما يخشى الله عز وجل إلا ويصوم يوم عرفة، من حيث أنه يغفر الذنوب سنتين. يعني أنت كل عام تستطيع أن تغفر الذنوب سنتين، وماذا لو صمنا في كل رمضان في كل يعني عرفة ولمدة 10 سنوات؟ يعني لو صمنا 10 سنوات 10 مرات في عمرة وفي في في يعني في عرفة 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 وكلنا نفعل هذا، بل أن أكون في ناس صاموا 20-30 مرة يوم عرفة، أي ذنب يبقى عليه إذن؟ هنا من هنا لا يدخل النار إلا شقي، كل أمة يخوي الجنة. من أجل ذلك علينا أن نتذكر أن هذا من أعظم ومن رؤوس أيام الله، فإياك أن تفوتك، عليك أن تدخل إلى الله عز وجل وبيدك الشهادة أنك كنت تصوم أيام عرفة لأن فيها فضلا عظيما. نركز الشيخ على طهارة الأبدان والجوارح، ولكن في غالب الأوقات نتناسى تلك العبادات التي تتعلق بطهارة القلوب والجوانح. إلا من أتى الله بقلب سليم. يا سيدي كما تفضلت في الحديث عن المغفرة في 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 عرفة وفي ليلة القدر لا يغفر لأخوين متخاصمين. أعوذ بالله. يقول اتركوا هذا البغضاء. هذا دلالة على أن القلوب ليست سليمة. البغضاء إذا البغضاء هي الحالقة. إذا كان في قلبك بغضاء على مسلم أيا كان سببه، فرق بين أنت تشفق على فلان أخوك الذي أصبح تاركا لدينه، بل أنت تبغضه بغضا. وبالتالي هذه البغضاء التي شاعت وعمت
هذه هي الحالق، لا ينفع لا صيام ولا عرفة ولا قدر ولا أي شيء. وهذا البغضاء، هذا هو البلاء، بغضاء فرديا. فكيف إذا كانت بغضاء عامة؟ عامة جماعات وأحزاب ومذاهب وملل ومحل. شاعت من الآن، هذا يقول لك يا كافر، هذا يقول لك يا مشرك، هذا يقول لك يا خائن، ولا يسلم أحد على أحد، نصلي في المسجد الواحد والآخر يلعن الثاني. لم يسلم منها السلف رضوان الله عليهم والخلف. والله السلف كان حالات فردية واحد اثنين، أما الأحزاب عامة كما تفضلت، أحزاب كاملة تحكم على من عذاب بأنهم كفار، عذاب الله، ولا يسلمون على أحد إلا إذا كان منهم، أو إذا مو كفار يبعدون ويقصون. المشكلة الشيخ في العجب بالنفس، العجب بالنفس، العجب والاعتداد بها، هذا عندما فات على المسلمين أهل الصلاح الذين كانوا يبدأون بإصلاح نفس المسلم قبل أن يعلموه العلم. أنت تأخذ شهادات وتأخذ علم وتتعلم، لكن لم تتدرب على السلوك. فالسلوك صار ضعيفا لأن الناس لم يعد يهتموا، يهتم فقط بالدراسة. ولهذا كما تفضلت، إذا كنت من نجاك الله من البغضاء، أخوين متصارمين، أو عاقل والديه، أو سلم الناس من لسانك، أو سلم الناس من يدك، فأبشر، ما أبشر بأن الله سبحانه وتعالى في رمضان في 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 عرفة مغفور لك، سواء كنت في عرفة أو خارجها، إذا دعا لك أحد الناس بالمغفرة. نريد الآن خارج عرفة الشيخ، فكلنا نحو الآن رب العالمين سبحانه وتعالى إن شاء الله يهيئ لنا كل، أوصينا العشرات كل ما يخابرون على شيء أرجوك استغفر لي في عرفة. هؤلاء في عرفة الآن، لكن نحن هنا، ما هي تلك الأسباب والوسائل التي نتبعها لننال ذلك؟ والله إذا كنت يعني تتمنى أن تكون معهم ومثلهم، نعم، في مثل هذا المكان، وتشعر بالشوق، نعم، إلى هذا المكان الذي قد تكون زرته أو لم تزره، فحين أنت معهم إن شاء الله. إن الرجل لا يحب القوم، نعم، لا يلحقهم بعمل فيبعث معهم بحبه لهم. نعم. شيخ نستمع الآن للأخ محمد عبير. مرحبا يا أخ محمد العبير، تفضل من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. اهلا بالدكتور نجيب، وتحياتي لشيخنا الشيخ احمد الكبيسي حفظه الله تعالى، واتمنى منكم بس ان تدعوا لي فرصه لشكركم على هذا البرنامج القيم، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان اعمالكم باذن الله. قبل ما تكمل يا اخي محمد، انا عارف انك انت ما شاء الله يعني من الناس الذين لهم باع، نسمع عنك في بعض الاشرطه لك باع في الاناشيد الاسلاميه والابتهالات الربانيه والمدائح النبوية، فلعلك اتصالك هذا له علاقة إن شاء الله بهذا الأمر بإذن الله. وقد يعني ذكرتهم جزاكم الله خيرا في حلقات سابقة بعض الأبيات للإمام السهيلي، نعم، عليه رحمة الله تعالى، في هذا المعنى، في معنى الابتهال إلى الله سبحانه، نعم، وتعالى، والرجاء. والمسلمون اليوم ينتظرون ضيفا عظيما، نعم، غدا بإذن الله تعالى، ويوم عرفة يبتهل فيه الملايين إلى الله سبحانه وتعالى. وإن أذنتم لي في هذه القصيدة، هي أيضا لأحد الصالحين في نفس المجال في الابتهال والتوجه والتبرع إلى الله سبحانه وتعالى. تفضل أستاذ محمد، نستمع لك، تفضل. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مستنصرا إليك يا خير من مدت إليه يد، وقد مددت يدي بالذل مستنصرا إليك يا خير من مدت إليه يدو، فلا تردنها يا رب خائبة،
فضح وجودك يروي كل من يريد. وجزاكم الله خيرا وانا اسف على الاطاله واخذ من وقتكم الثمين. بارك الله فيك. وكنا نتمنى ايضا أن نستمع إلى قصيدة الإمام السهيلي في مناسبة أخرى التي أنشدها لنا الشيخ الهاشمي الأستاذ عز الدين الهاشمي بصوتك الندي العذب. وهذا توجه يعني الحمد لله جميل وجدير بالاهتمام أن تنشد أن تتجه الأناشيد الإسلامية إلى هذه الأبيات وهذه الكلمات الراقية للاستفادة منها دعاء وتذكرا بالله سبحانه وتعالى، وخاصة هذه الأدعية والمناجاة التي كانت لغة العلماء والتي أقروا وجربوا أنها مستجاب فيها الدعاء. الحمد لله رب العالمين فعلا. ولولا أنهم تضرعوا والتضرع هذا رب العالمين إن الله يبتلي العبد لكي يسمع تضرعه. جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم. قصد قلوبهم. قصد قلوبهم. هكذا. على كل حال سيدي. هذا أوان التضرع. هذا 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 اليوم هذه الليلة ويوم غد من الأيام المباركة فعلا. نعم. الكل كل المسلمين الآن خاصة الآن في عصر العصر التلفزيون يشهدون المشاهد والمناسك ويشهدوا الناس في عرفة. كل المسلمين الآن يجددون إيمانهم وعلاقاتهم ويزداد أملهم بالله عز وجل، وخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه آلام ومصائب المسلمين في كل مكان من حيث ما تمالأت عليهم الأمم كما في الحديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم، وقد حصل هذا، ولكن الله غالب على أمره، ما تضيق إلا ويأتي الفرج بعدها إن شاء الله. إن شاء الله. ولذلك هذا النشيد الذي سمعناه والذي نسمع بعضه من هنا وهناك قطعا يداوي الجراح ويرقق القلوب، لأن هذه الأيام المسلم فيها يرق ويتعافى ويصالح من خاصم ويعطي من كان قد منع ثم يجدد العهد بالله، وخاصة عندما يسمعها بأصوات ندية جميلة التي تزيد الإيمان. جدد الإيمان. نعم. ها جدد الإيمان ساعة بعد ساعة. الإيمان يبلى كما يبلى الثوب فجددوه. نعم. بالشهادتين. فالحمد لله رب العالمين. أمة المباركة مواسمها في هذا الباب كثيرة. نعم. يعني هذه أيام الله اللي تعددناها من المواسم. نعم. ما من مسلم إلا وينهض وينشط من جديد في ليلة القدر، في النصف من شعبان، في ذي الحجة، في عرفة، وما أكثر هذه الأيام المباركة. ذكرت الشيخ ركزت على قضية الأذكار والاستغفار في هذه الليلة ويوم عرفة إن شاء الله يوم غد. ماذا بالنسبة للصيام؟ كما قلنا قبل قليل من فاته صيام يوم عرفة فقد فاته خير كثير. ماذا لو أن الله سبحانه وتعالى حرمك من هذا اليوم؟ تبقى ذنوبك في العام الماضي والعام القادم يعني على حالها. ولو أن الله سبحانه وتعالى شرع أسباب كثيرة، المرض والألم والفقر والحزن والهم وما أكثرها، ولكن هذا يوم مبارك، إنه من أيام الله وذكرهم بأيام الله. هذا يوم المضمون إن الله يشهد كل الملأ الأعلى على أنه غفر لأهل عرفة ولمن استغفر لهم أهل عرفة، وبحبك لهم وبالدعاء لهم وبشوقك لذلك المكان فأنت معهم إن شاء الله. فنحن في ساعة أو في يوم من أيام الله عز وجل الخير فيه عام، يكفي أن الرحمة التي تنزل على أهل عرفة فتعمهم جميعا ويبقى منها شيء كثير، لأن وسعت رحمتي كل شيء، حينئذ هذه تتوزع على كل المسلمين على شرط كما قال الدكتور نجيب أن يسلم الناس من لسانك ويدك. قد تكون قد فعلت ولكنك تبت إلى الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إياك أن تكون الآن الناس يعانون من يدك أو من لسانك، تقتل وتحبس وتسرق وتعتدي، أو يعني لسانك بهذا وذاك مغفي يعني غيبة ونميمة وشتما وسبابا إلى آخره. ثم أخوان متصارمان، كل من له أخ لا يتكلم معه عليه أن يستغل هذا اليوم من الآن، يقول يا أخي السلام عليكم سامحني هالكلمة، بحث مسج إذا كنت مكسوف، أهو الآن عندك موبايل بحث يقول يا فلان السلام عليكم نحن في ليلة عرفة الله يخليك أرجوك سامحني. كل الذين ذهب الوالدين والأقارب كل الذين نعم. كل الذين ذهبوا الحج من علي ورسول نعم. مسج يحسبون رحيل الحج نعم. ما أحلاها وما أجملها، يعني هذا يسمى العجز والله واحد في مثل هذا اليوم. الوالدين والأقارب والزوجة والأهل يعني المسلم الذي يعجز عن أن نعم. يستحوذ على الأجر في هذا اليوم عجز نعم. ولا يلومن إلا فقد فاته خير كثير، ولكن هذا إن شاء الله معدوم في هذه الأمة إلا من أراد الله به شرا.
سيد الشيخ، من الملاحظ في هذا الدين أن الله سبحانه وتعالى قد طوى الزمان وطوى المكان للنبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، ثم على هذه الأمة بأن طوى لهم الزمان كله ليلة واحدة تعادل العمر كله، يوم واحد كيوم عرفة تكفر السنة التي قبلها وإن شاء الله السنة التي بعدها، يوم عاشوراء الزمان المكان، الصلاة في الحرم، الصلاة في الحرم النبوي، الصلاة في المسجد الأقصى أنقذه والله إن شاء الله، يعني أحدنا يعيش 60 سنة وخمسين سنة وكأنما عاش كما عاش سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة كرامات يعني لا يدركها العقل المجرد، ولكن هذا لا يمنع بل لا ينفي أن الله سبحانه وتعالى أكرم كل الأمم الذين بعث إليهم أنبياء. وأن تختلف هناك لهم صلاة ولهم أماكن يعبدوا يعني يعبدوا الله بها ويحجون إليها، ولكن الاتباع والطاعة والاستمرار نادر إلا في هذه الأمة. الحمد لله. يعني هناك حج عند اليهود وحج عند النصارى وهناك لا يصومونها وهناك عبادة يقومون بها، لكن لو تعمل إحصاء وتقارن بين الأمتين لرأيت بونا شاسعا، هناك أفراد بالألف واحد بل قد يكون بالعشر آلاف واحد واحد. هذه الأمة لا تجد فيها إلا من نذر من خرج، ولذلك هذه الأمة فيها خير لأنها مستمرة على دينها بشكل أو بآخر، بحيث حتى هذا الذي فيه ذنوب كثيرة يأمل بالله وقد يبكي في الليل ويستغفر الله عز وجل ثم وهو يوحد الله تماما ويخاف من اليوم الآخر. مسألة اليوم الآخر لم تعترض على أحد إلا على المسلمين، أصبحت خرافة نعوذ بالله. إذن هو لقال كنتم خير أمة بالله واليوم الآخر، ولهذا يا سيد الكريم كنتم خير أمة، هذه كلمة قالها الله عز وجل ولها مدلولها ولها آثارها التي لا يمكن إدراكها إلا يوم القيامة. ولذلك قال اليهودي لو علينا معشر اليهود، نزلت هذه الآية التي تفضلت بها وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذناه عيدا. فقال عمر عليه السلام رضي الله عنه أنا أعلم متى نزلت، إنها نزلت يوم عرفة يوم تمام القرآن الكريم كليلة القدر التي هي ليلة نزول القرآن الكريم، ومن هنا كانت هذه أشرف ليلة وذلك أشرف الأيام في ظل هذا العشر. دعينا الله مولى سبحانه وتعالى أن يقبل منا صيامنا وقيامنا ويبلغنا هذا الأجر العظيم، ويقبل من الحجاج حجهم وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الجليل الإمام الأستاذ الدكتور العلامة أحمد الكبيسي حفظه الله، وللشيخ حسن إبراهيم على هذه القصيدة الربانية وابتهالات المنشد الكبير محمد العمير من السعودية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.